السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، نرحب بكم في رياض ومدارس الوطن العربي. أحبائي الأطفال، كيف أصبحتم اليوم؟ اليوم سنتعلم سويا حرف جديد من أحرف اللغة العربية، ولكن في البداية دعونا نستمع إلى هذه القصة. الغزال الصغير. كان الجو غائما والشمس على وشك الغروب عندما ضاع الغزال في الغابة، فأخذ ينادي على أمه بصوت حزين، ولكنها لم تسمع، فسمعه غراب قريب منه، فوقف على غصن شجرة وقال له: لما أنت حزين أيها الغزال الصغير؟ قال الغزال: أيها الغراب الطيب، لقد ضعت عن أمي وأريد العودة إليها، إني أحبها كثيرا. فقال له الغراب: سأساعدك يا صغيري. قطف الغراب حبات فاكهة من الشجرة القريبة وقدمها للغزال، فأكل حتى شبع وقال له: سأطير أمامك، اتبعني ولا تبتعد عني. سار الغزال وراء الغراب حتى وصل أمه وقال له: أيها الغزال الصغير، لا تغادر مكانك دون معرفة أمك حتى لا تضيع مرة أخرى. والآن يا أحبائي الأطفال، بعد أن استمعنا إلى هذه القصة الجميلة، ما رأيكم أن أسألكم بعض الأسئلة؟ ما اسم الحيوانات الوارد في القصة؟ رائعون، الغزال والغراب. أحبائي، كيف كانت حالة الطقس؟ الجو غائم والشمس على وشك الغروب. ماذا قال الغراب للغزال عندما وجد أمه؟ أيها الغزال الصغير، لا تغادر مكانك دون معرفة أمك. أحسنتم يا أبطال. والآن يا أحبائي، من يذكر لي ما أكثر صوت سمعته في القصة؟ سأردد الكلمات مرة أخرى: غيوم، غروب، غزال، صغير، غراب. هيا يا أحبائي. أحسنتم أيها الأبطال، إنه صوت إغ، إنه صوت إغ، إنه صوت إغ. إغ حرف الجديد هو الحرف إغ، صوته إغ واسمه غين، اسمه غين وصوته إغ. والآن يا أحبائي الأطفال، بعد أن استمعنا إلى هذه القصة الجميلة، دعونا أن نبحث عن كلمات أخرى فيها حرف الغين. سوف نتعلم اليوم يا أصدقائي حرف الغين. غين، حرف الغين. غين، غراب. غين، غراب. غراب حرف الغين في أول الكلمة. الكلمة.
مغناطيس. غين مغناطيس. مغناطيس حرف الغين في وسط الكلمة. والآن يا أحبائي، هيا نتعلم كيفية كتابة أشكال حرف غ. أضع يدي على نقطة البداية، أصنع نصف دائرة وأمد يدها على السطر وأضع على رأسها نقطة. هذه غ أول الكلمة، غ وسط الكلمة نقطتها على السطر. أضع يدي على النقطة، أمد يدها، أصعد خط مائل للأعلى، خط مستقيم، وأنزل خط مائل للأسفل وأمد يدها وأضع نقطة على رأسها، ولا أنسى أن أغمض عينها. إغ آخر الكلمة لها يد واحدة، أضع يدي على النقطة، أمد يدها، أصعد بخط مائل للأعلى، أمشي بخط مستقيم، وأنزل خط مائل للأسفل وأصنع نصف دائرة وأضع على رأسها نقطة وأغمض عينها. إغ آخر الكلمة بدون أيدي، أضع يدي على النقطة، أصنع نصف دائرة فوق السطر ونصف دائرة أكبر تحت السطر وعلى رأسها نقطة. هذه هي أشكال حرف إغ. إغ آخر الكلمة بدون أيدي، أضع يدي على النقطة، أصنع نصف دائرة فوق السطر ونصف دائرة أكبر تحت السطر وعلى رأسها نقطة. هذه هي أشكال حرف إغ. هيا نقرأها سويا، إغ أول الكلمة، إغ وسط الكلمة، إغ آخر الكلمة، وإغ آخر الكلمة. والآن يا أحبائي، بعد أن تعرفنا بعض الكلمات التي تحتوي حرف الغين، هيا بنا نتعرف إلى أشكاله، إلى أشكال حرف الغين. أشكال حرف الغين: إغ آخر الكلمة ليس له أيدي، إغ أول الكلمة له يد واحدة، إغ وسط الكلمة له يدان، وإغ آخر الكلمة له يد واحدة. هيا نكررها مرة أخرى، إغ آخر الكلمة، إغ أول الكلمة، إغ وسط الكلمة، وإغ آخر الكلمة. والآن يا أطفالي، بعد أن تعرفنا إلى حرفنا الجديد اسمه وصوته، اسمه غين وصوته إغ، اسمه غين وصوته إغ، وتعرفنا إلى أشكاله، إغ أول الكلمة، إغ وسط الكلمة، وإغ آخر الكلمة، دعونا نتعرف إلى مقاطع الحرف. مقاطع المد القصير ومقاطع المد الطويل. مقاطع المد الطويل: إغ آ غا، إغ أو غو، إغ إي غي. مقاطع المد القصير: إغ فتحة غ، إغ ضمة غو، إغ كسرة غي. والآن هيا نميز بينها بالصوت: غا غو غي، غا غو غي، غا غا، غو غو، غي غي. والآن يا أحبائي، هيا بنا نتهجأ كلمات الحرف. كلمة غزال
وكلمة غراب، وهذه صورة الغزال وهذه صورة الغراب. والآن يا أبطالي هيا نتهجأ كلمات الحرف. هذا مقطع إغ فتحة غ، هذا مقطع زا، وهذا مقطع إل. هيا نقرأ: غ زا إل غزال، غ زا إل غزال. هيا نقرأ هذه الكلمة: هذا مقطع إغ ضمة غو، هذا مقطع را، وهذا مقطع إب. هيا نقرأها: غو را إب غراب. كم مرة أخرى: غو را إب غراب. أحسنتم. والآن يا طلابي الأعزاء في الختام وقبل أن أودعكم، هيا بنا نستمع إلى هذه الأنشودة الجميلة، وإلى اللقاء في حصة أخرى.